Audio Jungle. مرحبا أعزائي طلبة خامس الابتدائي، وهذه أسئلة نصف السنة. راح نتجاوز السؤال الأول لأنه قطعة خارجية. Question 2، السؤال الثاني: مستر هادي فراغ up to 6:30، get or get؟ هاي اختيارات. مستر هادي فاعل مفرد، الفاعل المفرد يجي وراء فعل مضارع ياخذ اس الشخص الثالث المفرد، فنقول gets up، ينهض في السادسة والنصف ياخذ اس. To you see your friends on Saturday. Do does. أيضا نفس المعنى. I we they you تأخذ do. Well he she it الضمائر تأخذ does. يعني الضمائر المفردة تأخذ does. Now you يأخذ do. Do you see your friend؟ هل ترى أصدقائك؟ يوم السبت. Three she goes shopping فراغ on Monday. إذا نأخذ on حرف الجر مع أيام الأسبوع، Monday يوم الاثنين يأخذ on، أيام الأسبوع يجي قبلها حرف جر on، وآت مع الساعات. فراغ time is it، what where؟ كيف نسأل عن الوقت؟ كم الوقت؟ نقول what. What time is it؟ what. فراغ are Japanese، are عندنا جمع، he are مصير، he is، فأنا نقول they are جمع، هم يابانيون، they are Japanese. 6، what nationality are you؟ ما هي جنسيتك؟ I am Iraq لو عراقي، تقول أنا عراق لو أنا عراقي، أكيد تقول I am Iraqi، أنا عراقي. Question 3، السؤال الثالث، إجابة عن 5 فقط. Where are you from؟ List A القائمة A و list B، list B القائمة B. Where are you from؟ I am from England، إذن D. من أين أنت؟ أنا من إنجلترا. What is the time؟ ما هو الوقت؟ راح ندور هنا على الوقت، وأنا كلمة وقت. It is 7:40، هذا الوقت 7:40. How often do you go to museum؟ هو في المعنى كم مرة تذهب إلى المتحف؟ راح ندور هنا، لازم ندور عدد كم مرة. قول I go، أذهب، once a year، مرة بالسنة. Which sport do you like؟ ما هي الرياضات التي تحبها؟ إذا راح أدور هنا رياضة. I like basketball، كرة السلة. I want to learn to swim، أريد أن أتعلم السباحة. راح أقول هنا السبب، ليش أريد أتعلم؟ Because it is healthy، لأنها صحية مفيدة للصحة. What is the symbol of Lebanon؟ ما هو رمز لبنان؟ Cedar tree، شجرة الأرز. أي. وتمرين 4 أيضا نجاوب عن 5. راح نقول باسكت بول، نقدر ننقلها من هذه موجودة، باسكت بول ننقلها من شنو ناقص؟ كي و بي، كي بي باسكت بول. فرانس ار اي ان سي ار ان، باندا اي و دي باندا. بترفلاي فراشة، نخلي هنا يو و اف بترفلاي. كاري اللي هو الكاري أو البهار الهندي سي واي، وهنا نحلة بي دبل اي يعني اي اي. السؤال الخامس، أيضا نختار ديزيز مرض، بيكنيك سفرة، نيفر أبدا بوكسينج، ملاكمة بوزيتيف إيجابي، مكاروني مكارونة. I often do on Saturday، I often do يوم السبت. إذن شو أقول؟ I often do boxing، أمارس الملاكمة يوم السبت. فراغ is a famous Italian food، شنو هذا الطعام الإيطالي المشهور؟ مكروني. We have a فراغ twice a month، عندنا picnic twice a month، مرتين بالأسبوع نروح سفرة. I فراغ eat ice cream in bed، I never eat ice cream، أبدا never، I never eat ice cream in bed، يعني ما أكل آيس كريم في الفراش. Flies carry، الذباب يحمل، disease المرض. Friendly is a positive adjective، يعني ودود هي صفة إيجابية positive. السؤال السادس A و B، write the following sentence،
اكتب الجملة التالية تكتبها وبي رايت ذا فولوينج سنتنس وذ كوركت بانكتويشن. ناعدنا بانكتويشن التنقيط يعني الاتش كابيتال لتر بداية الجملة شلون هنا بداية الجملة كتبوا الدي كابيتال. ماي نيمز جاك ايضا كابيتال اسم الاشخاص ايضا كابيتال. اند اي ام الاي دائما الضمير اي وين ما يجي كابيتال بالوسط بالبداية بالنهاية الضمير I am I capital English أيضا اللغة نكتب الإي نكتب capital letter. إذن الـ H والـ J والـ I والـ E صير كلها capital letter. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. لا بليز لا بليز لا بليز